الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الركعات التي قد يكون فيها نوع من التمرين والتدريب له إذا لم يكن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحبة، من أمثلة تأثر الكفار بهذا القرآن العظيم ما جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه بعد معركة بدر، لما هزم المشركون هزيمة منكرة، وكان من الأسارى ولد جبير بن مطعم أسير عند المسلمين، وجاء المشركون ليفادوا أساراهم، يعني يدفعون مبلغ من المال فيأخذ كل أسيره يفاديه بمال. فجاء جبير بن مطعم وقد عزم على أن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم ويثأر لقتلاهم من المشركين في بدر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول جبير بن مطعم: وافيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، هذه السورة العظيمة وكل القرآن كذلك، ولكنها تناقش المشركين وهي من السور العظيمة المكية، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته إلى قوله سبحانه وتعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. الآيات، قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير من قوة الآيات وشدة وقعها على قلبي، وهي آيات تناقش المشركين وتحاجهم عقليا في كفرهم بالله عز وجل، ولذلك قال: كاد قلبي أن يطير، ولذلك أسلم. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاء بك يا جبير؟ قال: أتيت لأفادي الأسير الذي عندكم، يعني ابنه. قال: بل جلست أنت وصفان بن أمية تحت ظل الكعبة. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى بينه وبين صفوان من حديث حتى يقتل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن صفوان تكفل له بأهله وولده والإنفاق عليهم حتى يرجع، وإن قتل سيتكفل بهم طيلة حياته. قال: والله ما كان معنا من أحد، وما أخبرك بذلك إلا الله عز وجل، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ففرح الصحابة بذلك وكبروا وهللوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا أخاكم علموه القرآن. ومن أمثلة تأثر المشركين بهذا القرآن العظيم ما جاء في قصة عتبة بن ربيعة، لما اجتمع المشركون لكي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا وتذاكروا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سفه آباءهم وأحلامهم وسب آلهتهم، ماذا يصنعون معه؟ قالوا: نتفاوض معه. فذهب له عتبة بن ربيعة، قال لمحمد صلى الله عليه وسلم، قد وجده في ظل الكعبة، قال: يا محمد، إن قومك أرسلوني لك لكي أخبرك إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد زوجا زوجناك أحسن امرأة من نسائنا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأي من الجن طلبنا لك الطب. يعني يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد دنيا، يريد مناصب، أم أنه مريض يحتاج إلى من يداويه، مسكين هو ومن معه من المشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام لحسن أدبه وخلقه عليه الصلاة والسلام علمه ربه وقال: إنك لعلى خلق عظيم، وأدبه أحسن تأديب عليه الصلاة والسلام، لم يقاطعه ولم يعارضه على ما قال من هذه السخافات، وإنما استمع حتى انتهى من حديثه، ثم قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ انظر إلى حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالف، مع المشرك، مع من تهجم عليه، تلفظ عليه وتنقصه،
قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ تأكد ثم كناه. قال: نعم. قال: اسمع، يعني مثل ما استمعت لك استمع لي الآن. قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. قرأ سورة فصلت حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع عتبة بن ربيعة يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتمها حتى بلغ السجدة فسجد معه عتبة بن ربيعة، حتى وضع لاسترخائه وتأثره بكلام الله عز وجل وضع يديه خلف ظهره، ثم ذهب إلى كفار قريش فقالوا: لقد جاءكم بوجه غير الذي ذهب به. قالوا: ما عندك يا أبا الوليد؟ قال: سمعت قولا له حلاوة وعليه طلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد، وهذا من تأثر القرآن. لكن من خذلان الله له أنه لم يسلم، بل قال، بل شبهه بالسحر كما وصفه الله عز وجل. قال: ذرني ومن خلقت وحيدة، جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إلى أن قال: إن هذا إلا قول البشر. نسأل الله عز وجل العصمة والتوفيق والسداد، وأن يهدينا للإسلام ويثبتنا عليه ويحيينا عليه ويميتنا عليه، إنه سميع مجيب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هجرناه فأمسى العز ذلا، وناح عليه ناح عليه منها من ينوح. هجرناه هجرناه هجرناه.